طبعا لما بنيجي نتكلم على انه مصر خلال الفتره الاخيره زادت الصادرات المصريه، ده نتيجه لسياسات اتبعتها مصر، يعني سياسات اقتصاديه، برنامج الاصلاح الاقتصادي، تقليل، بنقلل الواردات، بنحاول ان احنا نزيد من الصادرات، توطين الصناعه في مجالات عديده جدا. الحمد لله عندنا زراعات مصريه يعني تصدرت وكانت المركز الاول عن دول كتيره جدا، ودي من الاخبار الايجابيه والمهمه في ظل الظروف اللي احنا فيها وكورونا. مصر تحتل في بعض الصادرات المراكز الاولى، ده شيء ايجابي جدا ومؤشر مهم. عندنا البيانات، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عن ارتفاع قيمه الصادرات المصريه لمختلف دول العالم، نتكلم خلال الثمان اشهر الاولى من العام الجاري، علشان تسجل 25.8 مليار دولار مقابل 18.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها حوالي 37.8%. جت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة أعلى 10 دول استيرادا من مصر خلال الثمان أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت قيمة صادرات مصر ليها بحوالي 1.544 مليار دولار، يليها الهند 1.524 مليار دولار، وبعد كده إيطاليا 1.506 مليار دولار، واحتلت منتجات البترول للمرتبة الأولى بقائمة أهم 10 سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الثمان شهور الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة صادرات مصر حوالي 3.6 مليار دولار. طيب احنا هنتابع دلوقتي مع حضراتكم المزيد عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم في العرض التالي. We'll be right back.